في الموسم الماضي بعد مباراة نهائية أمام نادي أربيل العراقي بركلات الترجيح، تمكن نادي القادسية من الفوز والانتصار ببطولة العام الماضي. القادسية الفريق طبعا الذي خلاص الأمور بالنسبة لأمير هناك في الكويت ولديه موعد مع نادي السالمية، بينما الفريق الذي طبعا كان قد توج ببطولة الدوري الكويتي في الموسم الماضي وكان قد توج كرة ملعوبة عالية داخل منطقة يسار، هنا الفرصة ولكن التغطية الدفاعية موجودة. الفريق الذي سطر الكثير من الأفراح لجماهيره لعشقنا مقطوعة من لاعب فريقها، الكرة منقولة في الجانب الأيمن لمصلحة الفريق التركمانستاني، تمريرة ممتازة عند اللاعب هاميديف لكنها تقطع للجهة اليمنى، تمشي الكرة عالية وطويلة والمحاولة مستمرة لكن الدفاع في التغطية القادم لحامل اللقب لنادي القادسية. ولكن ما سوف نعرف بعض الأندية التي سوف تتأهل وكذلك في الجولة القادمة والأخيرة التي من خلالها سوف نعرف الأندية المتأهلة إلى الدور القادم من هذه البطولة. كرة صفر الشوط الأول من هذه المباراة، القادسية هدف عن طريق بدر المطوع، كرة منقولة عالية في وسط الملعب، ما زالت الكرة لمصلحة القادسية لكنها تقطع لنادي أهال، تصل الكرة من جديد وهنا إلى أقصى الجهة اليمنى عند بدر المطوع، بدر لكنها تقطع من امامه، تعود الكره من جديد لمصلحه نادي اهال، انطلاقه الان تاتي وعرضيه تمشي عاليه، هنا التمهيد والفرصه للتسديد ولكن يا سلام يا رشيد، رشيد استخلص الكره الماضيه والتسديده مره اخرى ولكن التغطيه الدفاعيه من الفريق التركمانستاني في هذه اللحظات. على القادسيه ان يحسم الموضوع، على القادسيه، القادسيه قادر طبعا لديه عناصر قادره على ان تسجل اكثر من هدف خصوصا في ظل هذا التقدم من لاعب فريقها، الركنيه تلعب عاليه لكنها مبعده من جانب عبد الله شيهو العائد للتغطيه الدفاعيه من الرواق الايسر، هنا فرصه وعرضيه تمشي عاليه راسيه من رشيد، ممتاز 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 رشيد، كم من كره ابعدها وكم من خطوره كان هو العنوان، حاول عرضيه تمشي عاليه ربما مرتده تاتي لكن التركيز مطلوب هنا الراسيه، لكن رشيد رشيد في التغطيه، الفريق التركمانستاني ضغط رهيب، ضغط رهيب من نادي اهال، كره ملعوبه طويله ودفاعات من رادارات القادسيه في هذه اللحظات في ابعاد لكره تلو الكره الاخرى من دون هجمه مرتده، منتظره المرتده منتظره ولكن كره لنادي اهال، عرضيه تمشي عاليه راسيه ولكن رشيد عرضيه عاليه لكن الابعاد ياتي من مدافع نادي اهال، وصلت الكره من جديد لمصلحه القادسيه، صفر وخطا في هذه الاثناء، نعم خطا كان موجود، خطا كان موجود في الكره الماضيه لكن رشيد هو رجل هذا الشوط، الشوط الأول من هذا اللقاء، كرة منقولة طويلة تصل مجددا في وسط الملعب لمصلحة القادسية، انطلاقة الآن تأتي في وسط الملعب، البحث عن زميل، تمريرة عند اللاعب بدران، بدران والتمرير الماضي على النتيجة أو تسجيل أهداف أخرى، كرة منقولة لفريق إيهال الفريق التركمانستاني الذي أصبح يلعب على اليسار، هنا فرصة والتسديد الآن تأتي ولكن رشيد رجل شوط المباراة الأول، اللاعب الذي انقذ القادسية ولا ركنيه، نعم لم يصفر خطا، لم يصفر خطا حكم اللقاء وبالتالي ركنيه لمصلحه اهال، ملعب الكره عرضيه تمشي عاليه راسيه ولكن رشيد كالعاده، رشيد كالعاده يغطي وتعود بعد ذلك الى خارج الملعب الى ركنيه، طبعا القادسيه 16 لقب في بطوله الدوري الكويتي مع العمل، تلعب هذه الكره من جديد لمصلحه نادي اهال، عرضية تمشي عالية، الكرة ما زالت قائمة للفريق التركمانستاني مرة أخرى. كل المنتخبات العربية ولكل الأندية العربية هذه البطولة بهوية عربية وكما ذكرت باستثناء موسم واحد لفريقنا المجموعة الثانية، والأمور والأمور تزداد صعوبة بالنسبة لنادي الحد البحريني لأن هناك مباراة واحدة متبقية، أكيد هناك تغيير في المنتصف إلى فهد الأنصاري يتقدم ولكن مقطوعة من أمامه، تعود الكرة من جديد لنادي أهال، عرضية تمشي ولكن رشيد في التغطية، رشيد في التغطية هنا مرتدة لو كانت أسرع لكانت أخطر ولكن تمريرة خاطئة والتسديد الآن تأتي، التغطية الدفاعية حاضرة والكرة عادت من جديد، تصل كرة عرضية، التغطية الدفاعية كذلك موجودة ما زالت لمصلحة نادي أهال في الرواق الأيسر، فرصة والعرضية تمشي عالية هنا فرصة لكن رشيد، يا سلام على أداء رشيد في هذه المباراة، رشيد يقدم مباراة ممتازة، رشيد يقدم مباراة رائعة، لاعب